وهلا بننتقل مباشرة عبر سكايب ليكون ختامها مسك مع ضيفنا الفنان النجم باسم مغنية، رح يكون معنا لنحكي عن نجاحاته اللي سطرها بعدة أدوار وتحديدا بمسلسل اللي جسد فيه شخصية أدهم، مسلسل النهاية. باسم صار معنا؟ ايه، انا معك، عم اسمعك. الله معك باسم. الله معك حبيبي يا إلي، زمان ما التقينا وحكينا، وكثير مبسوط انه عم بطلع من خلالك على شاشة الاو تي في. اهلا وسهلا فيك باسم، قد ايه نحن مبسوطين فيك، قد ايه فخورين بهيدا النجاح اللي عملته، قد ايه انت كنت ترند نمبر 1 بالبحث على جوجل على السوشيال ميديا بمصر تحديدا من خلال هيدا الدور، علما انه اللي كان يتابع يعني كل البوستات اللي بتكتبهم بيعرف انه دورك تم اجتزاؤه كان اكبر من هيك نظرا لظروف كورونا، يعني اذا باطلاله مجتزئه وهالقد عملت نجاح، كيف لو كملت دورك على الاخر وكانت الامور سانحه انك تاديه مثل ما كان مكتوب ومرسوم لك تحديدا؟ هلا انا بشكر ربي على كل شيء صار، يعني يمكن لو رحت على مصر كنت يمكن مرضت او اذيت حدا غيري، ما حدا بيعرف. لا سمح الله. انا دائما بقول كل شيء له، يعني له معنى عند ربنا لما بتصير القصه. يعني طبعا انا دوري كان من الادوار الاساسيه بالعمل، يعني الدور هو محوري كان بالعمل، لكن كنت صورت فترة تقريبا شي حوالي شهر بمصر ورجعت لارتاح هيك اسبوع وعلقت ببيروت. للاسف ما قدرت ارجع وصار في مشاكل بالشركة لحل الموضوع، لانه الدور الرئيسي بالعمل لقيوا حل درامي يقدروا يكفوا العمل من دون ما انا اكون موجود. نعم. وطبعا انا زعلت بالبداية، ضايقت كثير، كنت حابب اني اعمل لانه كان فرصة عظيمة بعمل كبير كثير مثل مسلسل النهاية، بيحمل توقيع شركة سينرجي اللي هي أهم الشركات بمصر. فزعلت بالبداية لكن بالآخر تقبلت الموضوع، لأنه حالتي حالة ملايين من الناس تعطلت عن شغلها وفقدت كثير قصص كان وفرص. نعم. لكن الحمد لله هذا الجزء الصغير اللي أنا صورته اللي هو 30% من دوري كان، إذا بدك، ما توقعت الإقبال على إنه الناس تسأل عني بمصر عن هذا الدور، لأنه ممكن محوري من بداياته وقت اللي بلش كان دور محوري وصعب، بعتقد كرمال هيك علم يعني، وأنا نعم. عملت جهد إني أشتغله بالطريقة الصحيحة وكله بيساعد يعني، وعمل هو كبير يعني، كله نعم. أكيد ساعد بإنه يبرز هذا الدور. باسم مغنية، بدي احكي عن هيدا الجهد اللي عملته بالنهاية واللي بتعمله بكل ادوارك، بس اللي بلاحظه انه دايما بتنسب نجاحك من خلال شكر للكاتب، لادارة الممثل، للمخرج، صحيح هودي هن بيلعبوا دور كتير كبير، بس اذا هالكاتب واذا هالمخرج وادارة الممثل ما عنده ممثل عنده هالقد طاقة من الاداء والتمثيل، ما بيترجم للنص ولا بيترجم الحركة ولا بيترجم الاكشن امام الكاميرا، فالزقفه الاولى لك، وبعدين اكيد العمل بيكمل بعضه العناصر كلها، صح؟ لا اكيد الزقفه الاولى مش لإلي بتكون، ولا لاي ممثل بتكون الزقفه الاولى. نجاح العمل هو عمل متكامل، يعني كمان مثل ما انت عم بتقول، لو ما هذا الكاتب ما عنده ممثل شاطر وهذا المخرج ما عنده ممثل شاطر ما كان المسلسل بينحضر او بينشاف، بس بنفس الوقت فيك تقلب القصه وتقلب المعادله وتقول كمان قد ما كان الممثل شاطر لو ما عنده نص بين ايديه يقدر يوصل لقلوب الناس تكون حقيقي وبيشبه الواقع وبيشبه المجتمع اللي نحن عايشينه، ما بيقدر يفوت على قلوب الناس حتى لو كان الممثل ناجح. كرمال هيك بتشوف ممثلين كثير كبار بالوطن العربي حتى بالعالم عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة، أكيد بيدعموا العمل حتى لو كان ضعيف في بعض الأحيان، لكن ما بيقدروا ينجحوا نفس النجاح لما بيكونوا بعمل متكامل. نعم. فالنجاح أنا بالنسبة لي بعتبره نجاح متكامل كله بيكمل بعضه، كل ما كان عنصر من هالعناصر شاطر كل ما بيقدروا كلهم يجمعوا نجاح كثير كبير لهذا العمل، فلذلك كله بيأثر. يعني هي مثل قصة ميزان، يعني بتشيل من هون بتقشط هون، بتشيل من هون أو بتزيد هون بيطلع هون. نعم. يعني أنا هيك بعتبر هذه المعادلة الحقيقية أكيد. طيب بس مغنية كان لك أكثر من إطلالة يعني برمضان. عفواً عفواً تفضل تفضل. بدي أقطعك بشغلة، تفضل. بدي أقول إنه مثلاً أنا بالنهاية
دوري من احلى الادوار، يمكن هذا ساعد انه ينبرز الدور ونحكي عنه، لكن مش من احلى الادوار اللي انا لعبتها بحياتي، لكن وجودي بعمل متكامل الى حد ما وكبير اسمه النهايه من عناصره التقنيه والفنيه والاخراجيه والكتابيه والانتاجيه والممثلين الموجودين فيه ساهم بابراز كمان شخصيه من الشخصيات اللي انا عاملها. يعني انا كان ممكن اعمل جهد اقل اكثر بكثير بعمل ثاني وما احصل على النجاح هيدا، لانه هيدا المسلسل عناصره متكاملة إلى حد ما، فهذا بيبرز يعني كلنا من ساعة بعض. نعم. كلنا كل شيء قوي بمحلات قوي بمحل تاني يعني. نعم باسم، أنا كان كل اللي قصدي أقول إنه لو ما في موهبة تمثيل حقيقية لا الممثل قادر يترجم فكرة الكاتب، ولبل أوقات يمكن يطورها بأسلوبه بأدائه بنبرة الصوت وبيعرف كيف يقطع، ولا بيقدر يعطي المخرج كمان المشاهد اللي بده إياها. هيدا كنت اللي عم بقوله، ما عم نقص من قيمة حدا، بالعكس عم نعطيك الإنسان حقه، لأن مثل ما قلت النجاح هو عناصر مكتملة. صحيح، بس أنت بتستاهل زقفي يعني، أنا بدي زقف لك حبيبي. شكرا عن جد، مرسي. بس اكيد ما في شك اذا الممثل مش قريب للقلب وما عنده كاريزما وما بيعرف يمثل وما بيعرف ادوات تمثيليه كمان بيقشط اكبر انتاج واكبر نص، يعني كمان كله بيأثر يعني. نعم باسم، كنت عم بقول في عندك اكثر من اطلاله بال 2020، يعني نحن بلبنان شفناه كمان بسر وما زال مستمر عرضه، ويعني شعبيه سر مثل ما بشوف انا من المحيط لإلي الخاص فيي على القليله من خلال شخصيتك بمسلسل ربيع، الانسان الطيب الادم المهذب اللي بياكل كف ورا الثاني وبيضل عم يبتسم وبيضل عنده ايمان وبيضل عنده محبه يوزعها على الكل. هيدا الشيء شفناه ب يعني انعكس محبة، وخاصة الجيل الجديد اللي تعرف على باسم مغنية مؤخرا من بعد دورك، كان دور كتير كسام بثورة الفلاحين. بسر اليوم عم تلعب شخصية جاد التحري اللي ما بتفوتوا شاردة ولا واردة، بنفس الوقت في عم نشوف مشاعر مختلطة بين الجدية بين العواطف بين بدك وما بدك. هيدا الدور شو يسمى باسم؟ ليك انا دور جاد من اصعب الادوار اللي عملها بحياتي، الناس بعد فتره اللي عم تتابع رح تكتشف ليش اصعب، لانه يعني في سر وراء هذا الموضوع، وهذا السر بخليك تحافظ، يعني اذا انت محافظ على الشخصيه من اول مسلسل لاخرها بدون ما يعرفوا السر فانت عم تعمل انجاز كثير كبير. اللي بدي اقوله انه رح يعرفوا الناس كمان اهميه الدور وصعوبه الدور من بعد ما ينكشف السر. لانه انك تحافظ على السر لمده 60 حلقه من دون ما حدا يعرف شيء، بعتقد هذه شخصيه كثير صعبه. صحيح، هيدي هي الادوار المركبه باسم، يعني لا منه دور، منه دور مركب، دور لا دور مركب، وشخصيه بتكون نافره بالحياه، يعني في كاركترات مثلا سياسيين. نعم. اذا بتلاحظ كل اللي بيقلدون هلا مثلا بيكونوا هن شخصيات مركبه بالحياه. كاركتير. يعني وللاسف اغلبيه الممثلين بكل مقابله بيقولوا انه انا عم بعمل كاركتير مختلف عن الثاني، الكاركتير هو ما له علاقه بالدور، كاركتير هو شخصيه نافره بالحياه، اما دور جاد هو شخصيه طبيعيه جدا، في كثير منا بالمجتمع منا شخصيه نافره، شخصيه بس على طبيعتها وعلى سهولتها وتعابيرها قديش انت فيك تكون اوفر وقديش فيك تكون انت محافظ على طبيعتك، هيدي الصعوبه انك تعمل هيك دور. بينما دور اذا بدك اسود اللي عملته ودور صحيح رامح ثوره الفلاحين هي ادوار مركبه، منا ادوار موجوده بالحياه اذا بدك كثير يعني نيف. نعم باسم، يعني هل اذا بدك الصراحه اللي عم تحكي فيها هي اللي ما بتخلي يكون في عندك حواجز بانك تزقف لنجاح زميل او زميله لإلك؟ لان انا بتابعك على الفيسبوك، زقفت لكتار من الاشخاص مؤخرا، يعني باعاده يا ليلي عين زقفت لطوني ابو جودي وبتقول انه موهبه عظيمه بعد ما استغلت كما يجب ايجابا. طبعا حكيت عن زميلات لإلك، عن دارينا الجندي بالنحات، حكيت عن ندى ابو فرحات، حكيت عن كارال عبود، حكيت عن اشخاص كتار، وحييت كمان مسلسل توني عيسى وطوني عيسى طبعا بدور
100% لما كان مقعد وحكيت ونوهت بمسلسل بعمل بالقلب لطارق السويد. هيدا شو صلح مع النفس ولا دعاية انه ليكوا قد ايه انا منفتح، ليكوا قد ايه انا محب، بزقف للناجح، بهنيهم؟ لا مش دعاية، انا ما انا كل اللي بالوسط بيعرفوا انا كيف بفكر وكيف في كثير عالم انا بحبهم على التي في، اوقات كمان ما بطلع بعطي رايي، مش دائما بطلع بعطي رايي بالقصص، لانه اولا انا ما بعتبر حالي انا ناقد فني. لكن بفهم بهيدي المصلحه، لانه انا مخرج وممثل من 25 سنه، عندي خبره، بعطي رايي لما بيكون في 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 يعني صدى ايجابي عندي. لما بيكون عندي صدى سلبي من اشخاص ما بعطي رايي، لانه انا ما بحب ضيع جهد اي حدا، بيكون حدا مبسوط كثير بالجهد اللي عامله، وبيجي واحد بقول لك انه طالع مش شاطر او ادواتك الفنيه ضعيفه، ما بحب هذا الشيء، بعتبر في نقاد هن بيعطوا رايهم وحرين بهذا الموضوع. لكن لما بيكون في صدى ايجابي تجاه شخص معين، بالاخص انه هذا الشخص اذا بدك في علاقه جيده بيني وبينه ويتقبل النقد الايجابي، فانا بحب اعطي رايي مين ما كان يكون، فيكون شاب او صبيه او كبير بالعمر او صغير. فبالنسبه لي بحب نوه، يعني بنبسط لما حدا بيحكي عني شيء حلو وبيكون بيفهم بالمصلحه، فبقدر هذا الشيء. كرمال هيك لما مثلا توني بمحل من المحلات عمل دور حلو، انبسطت انا عم بحضره، طلعت حكيت وزقفت لكلوديا مارشاليان و وفيليب أسمر بهذا الخماسية، بالإضافة لانبسطت بوجود طلاب معاهد الفنون الجميلة، لأن أنا تخرجت من الجامعة وعندي مش هقول كلمة تعصب لأن بكرهها الكلمة، بس يعني عندي انتماء عندي قوي لأنه يكونوا موجودين بالساحة أكثر، لأنه بيستاهلوا، لأنه لا قدروا يفوتوا على الجامعة، اجتازوا إذا بدك 100-150 شخص عم بيعملوا امتحان دخول لفات 10 وتعبوا 4 سنين، وهيدي الشغله الوحيده اللي درسوها ولازم يشتغلوا فيها. فانا عندي اذا بدك ولاء لهيدي الجامعه. كرمال هيك انا باولاد ادم قلت وجود طلاب معهد الفنون الجميله على المسلسل الى مكان كثير كثير عالي من يعني شوف الحبس لوحده بالمسلسل باولاد ادم، هو معهد فنون الجميله، شوف قديش تقل في عندك بهذا المكان. طبعا بالاضافه اذا بدك ماكسيم وقيس وماجي ثلاثتهم كمان خريجين معهد الفنون المسرحيه، يعني مسلسل غني بطلاب معهد الفنون الجميله، فبين المسلسل عناصر كفؤه اجتمعت. وعارف شركات الانتاج صارت عم تطلب يكونوا طلاب، لانه لقوا انه في ممثلين حقيقيين عم بيبينوا على الشاشه. الحمد لله. هذا لا يعني انا انتقص من الناس اللي عنده موهبه بالحياه وما درسوا، لانه ممكن الواحد يكون عنده موهبه ويثبت حضور اكثر بكثير من الناس كمان دارسين، يعني هذه المعادله كمان مش غلط. يعني هيدا الراي عبرت عنه على صفحتك على الفيسبوك باسم. أكيد. قبل ما انتقل بالشق الاخير كمان لنحكي هيك شأن داخلي، كونك حكيت رايك امام الراي العام ومتابعيك على الفيسبوك، بس خبرني شغله، لما بتعيش بجو ستريس التحري لما بترجع لحياتك الطبيعيه بضل عندك هيك نوع من الهيدي الشخصيه انك تسال وتتاكد اكثر وتكون حذر، تتلفت وراك شمال يمين، ولا لا خلص بالتمثيل تمثيل، لما بترجع بتفوت عتبه بيتك كل شيء بيضل برا؟ لا، انا ضد مقوله هذا اللي بيقول انه انا لما بروح على الشغل بفوت بالشخصيه، اذا بروح على البيت تروح معي الشخصيه على البيت. ما في حدا برايي انه هذا اللي بيقول هذا الموضوع، انا ما بعتقد موجودي بالحياه. لا، اذا كان يعني منه ممثل، لانه بالنسبه لي بعتبر الممثل لازم يحافظ على هي تكنيك، بس كثار من النجوم والنجمات بيقولوا هيك لبستنا الشخصيه واخذت وقت لطلعنا منه، هيدي لطشه مبطنه. بيعتبروا لا مش بيعتبروا انه اذا قالوا هيك بيقولوا انه احنا كثير عم نفوت بالدور. انا بالنسبه لي ما بعتبر، انا بس اقول اكشن، بكون يمكن قبلها بخمس ثواني 10 ثواني عم بحضر الشخصيه اللي انا محضرها اصلا، يعني هي جاهزه اصلا. بس هي بدها كبسه تفوت، هي ببدايتها بتكون صعبه. لما يقول كات، اذا كنت عم بمكي برجع عم بضحك دغري بلحظه، يعني انا بعتبر انه التمثيل هو
مع الوقت بصير تكنيك، وقديش فيك تقنع بهذا التكنيك الناس انه هذا حقيقي اللي عم بتصير يعني. بس التكنيك بس ما بيلغي الاحساس، ها، لان احساسكم اوقات بيوصلنا، بنتفاعل معكم، بنبكي، بنضحك. التكنيك هو انك تفوت بالحاله بسرعه وتطلع منها بسرعه. هذا اللي عم بحكي عنه. نعم. يعني انا برايي ما في انسان بيروح على البيت بياخذ معه الشخصيه، يعني بيقولوا كثير عن الناس هيك، بس انا ما بقتنع بهذا الموضوع ابدا. ما بالعكس، انا برجع باسم وبرجع هذا اللي بيمزح بيكون. انا في كثير ممثلات كنت انا على خلاف فني معهم وعلى خلاف شخصي معهم، وصورنا مع بعض بنكون زعلانين، ما تحس في علاقه حب وقصه حب، ما بتصدق انه اثنين خانقين مع بعض. لما يقول كات المخرج نرجع، يمكن كل واحد راح بميلته يعني. ما وممثلين صورت معهم وكنت على خلاف معهم صارت معك؟ لا، هلا بيكون عندي إذن حدا حكي عني او حكي علي، بس انا لا اكترس لحدا يعني. نعم. بس كف، بس بيني وبين حالي بعرف انه هذا الشخص ما بيحبني او حكي علي كثير او كذا، بس لا ما بياخذوا بعضي هذا الموضوع، ما بخلي هالقصص تاثر على شغلي يعني. بحاول في ركز على شغلي اكثر. نعم. باسم، خليني انهي شوي الحديث الفني معك. عنا اعمال جديده، في سكريبتات عم تقراها، في شيء ماضي بعد ما تنفذ لنخلص من الحجر لترجع العالم تنفتح على بعضها وحركه الطيران بالمطارات؟ هو ما في شيء مضين عليه، بس في ثلاث اعمال جديه يعني، هي على النار شغل. واحد لازم يبلش بعد شهر ونص صغير، والثاني مفترض نص الصيف، اللي هو سر الجزء الثاني بعد نجاحه بالجزء الاول. طلبت الشركة المنتجة والتلفزيون اللي كان عم ينعرض عليه انه عمل جزء ثاني من سر، بخلطة ممثلين اذا بدك موجودين كانوا بالعمل وجداد، لانه قصة رح تروح على محلات ثانية. بالاضافة لمسلسل ما رح تحكي عنه هلا، انت الشركة كثير مهمة بلبنان، رح يكون مسلسل عربي فن قراب، بطولتي انا ونجم سوري رح يكون العمل، وفي عمل تاريخي. بس يعني بعد هلا ما قررت شنو الاعمال اللي رح اعملهم يعني، ما رح اعمل ثلاث اعمال اكيد يعني. بس هول الموجودين على هذا، بس ما في شيء بعد مؤكد، لانه ما بتعرف الاوضاع السياسيه بلبنان، ما بتعرف شو رح يصير بالكورونا. الله يبعدنا. رح احكي عن هيدا الموضوع، تركه للقسم الاخير. بس هيدا الاعمال رح بتكون برمضان 2021 ولا مش ضروري تكون كلها بفرد موسم؟ لا مش كلهم برمضان، حيكون في واحد منهم برمضان اكيد. نعم. اخراجيا باسم، يعني شفنا عده اعمال، اغاني مصوره، فيديو كليب، في شيء اعمال ولا هلا منك فاضي عم تركز على التمثيل؟ لا، انا مؤخرا من فتره طويله بطلت عم بعمل اغاني مصوره، عم بعمل اعلانات. الاعلانات اذا بدك شغله ارقى، والكلاينتس تبعها بس تشتغل معهم بتحس في عندهم شيء من الفن. مع احترامي للفنانين، لما بتشتغل معهم دائما بيكون وجهة نظرهم تختلف عن وجهة نظر المخرج، كرمال هيك بتلاقي حالك رايح معهم على محل انت ما بدك اياه، ما عم تقدر تفشخلك يعني. انا ما كنت عم اعمل هذا الشيء بس كرمال انه طلع منه مصاري، وعلى قد ما انه عبالي اعمل فن حلو ودراما حلوة بالكليبات اللي كنت عم بعملها. لكن بيجيك اياك اوقات فنان بيكون وجهة نظره تختلف عن وجهة نظرك، وجهة نظره شوي بيكون بمحلات سطحية. عم بحكي بعض الفنانين أنا بهمهم شكلهم، بهمهم أن يكونوا مضويين. مظبوط، يعني التسويق. أنا بشوف التسويق بشوفه بجهة تانية يعني، غير بفكر بغير طريقة. كرمالك اتجهت للإعلانات، لأنه الإعلانات فيها فن أكثر بتحس وبتشتغل اكثر. باسم، نحن انتهى وقتنا، بس معلي بدي استعير دقيقتين ثلاثه، لان حكيت موقف كثير حلو. نحن بحاجه لاشخاص هالقد بتاثر بالناس انها تحكي وتصوب البوصله على اللي صار ليل السبت ببيروت. وقلت بدي احكي كلمتين بصفتي ابن عين الرمان الشياح من 23 سنه تقريبا، نقلتها عن شخص. خبرنا اكثر باسم حتى نختم هيك بمساج، نرجع نلم الشمل، نلعن بي الفتنة واللي أوقظ الفتنة واللي بده يوقظها حتى يرجع يجرنا لل 75 ويردنا على أيام سودة ما صدقنا الله كيف راحت من بيننا، بس بيبقى بعدها بالنفوس، بيظهر بعدها موجودة وفي مخطط لهيدا الشيء. شو بتقول باسم على اللي صار هيك لنختم فيه بشيء على صعيد الوطني؟ هذا اللي أنا نقلته عن شخص، هي نفس التجربة أنا عشتها، لأنه أنا ابن هذه المنطقة، ربيت فيها من أنا وصغير، وأنا درست بمدرسة اسمها مدرسة السعيد الرسمية،
بعين رماني باخر اخر حياتي بالمدرسه يعني. فانا اختلطت مع كنا مجموعه اذا بدك اديان وطوائف موجودين بهذه المدرسه، وحكيت انه كل عمره رغم هذا الخلاف اللي موجود خط التماس ما بين عين رماني الشياح، كان دائما انه يعني هلا بتنزل على السوق الشياح بتلاقي انه اكثر المسيحيات موجودين تحت عم يشتروا من السوق واصحاب مع الناس اللي بيبيعوا تحت، والعكس صحيح كمان. كمان يعني كتابه استفزك المشهد باسم؟ استفزك؟ قال لك انا عشت هذه المرحله، فانا بدي اقول انه انتم برايكم الحرب مين فادت؟ يعني الحرب غير انه في امهات فقدت اولادها، في نساء فقدت ازواجها، وفي اولاد راحت بالحرب، مين هو اللي استفاد ومين قدر يطلع مصاري ويرتاح غير امراء الحرب؟ انا برايي الناس لازم توعى اكثر. نحن عملنا حرب 15 سنه وطلعنا منها وما قدرنا عملنا منها شيء، ما كان في نتيجه منيحه. صحيح. بس تراجعنا لورا، كان ممكن عجله الاقتصاد تتطور والسياحه تتطور اكثر بهذه ال 15 سنه. انا برايي لازم وانا زتيت بوست تاني، يعني ممكن اي واحد ينزل مدسوس يسب دين حدا يطلع تاني يعمل مشكله ويكون هي قصه مش موجوده هذه القصه. ولاحظ على فكره بهيدا النهار بالذات في ثلاث محاور بنفس الليله تعرضوا، سنة شيعة ومسيحية. نعم صحيح صحيح. شيعة وكذا، ورمزيه المناطق كمان مش على فكره، مع انه هي مظاهره نهار واحد، فقالوا بنهار واحد خلينا نوليها عامل كل الميلات محل تضبط بكون كثير منيح. فيا عالم بليز اوعوا، نحن بالنسبه لنا بنعتبر الحرب عشناها، يعني في يمكن جيل جديد بعده هلا محمس وهيك، بس نحن عشناها وبننصح كل الجيل الجديد اللي عمره هلا 20 و18 سنه ما يجر ورا هيدي القصص. نعم. وما يتحمس ويسأل على الشارع يضرب حجارة وقصص. إذا بدنا نتظاهر ونطالب بحقوقنا نتظاهر بكل سلمية. بعرف إنه أوقات السلمية ما بتنفع، لكن كمان بتبقى أفضل بكتير من الحلول اللي عم بتصير. نعم. إنه قصة نشيعي ومسيحي. الله يحمي لبنان يا باسم، ويكون عنا هيدا الوعي وناخد هيدا الخبرات من أمثالنا جيل الحرب. باسم مغنية، أنا بتمنى لك التوفيق على جميع الأصعدة. بشكر إطلالتك معي اليوم عبر سكايب، كان لقاء جدا هيك ممتع. بدي أرجع أقول لك ألف مبروك على النجاح اللي عم تحققه، أكان بداخل لبنان أو خارج لبنان، وإن شاء الله دايما هيك بتكون عم تتصدر اللوائح والأرقام كمان. شكرا كثير كثير عن جد إلي، ميرسي لك، وشكرا للمحطة العظيمة او تي بي، وانا انبسطت اني طلعت من خلالك على شاشة الاو تي بي. اهلا وسهلا فيك من خلال